ولتسليط الضوء على بيان الميثاق الوطني العراقي حول الربط السككي مع إيران، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو الميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أستاذ عبد القادر، ما حجم المنفعة الاقتصادية للعراق من الربط السككي مع إيران، لا سيما أن الأخيرة قلصت إمدادات الغاز وقطعت روافد الأنهار؟ من المعلوم تماما أن مشروع الربط السككي الذي أرادته إيران وأملته على العراق لا توجد هناك أي فائدة اقتصادية للعراق ولو بنسبة 1%، لأنه ما يجري هو عملية ربط ميناء الخميني بالعراق، وبالتالي بما معنى أن المضائع التي ستصدر باتجاه واحد من إيران إلى العراق عبر ميناء الخميني، فضلا على تدفق العناصر والجماعات الإيرانية والميليشيات إلى العراق وإلى سوريا، وبالتالي سيحمل العراق عبئا اقتصاديا فضلا عن أعباء اجتماعية وأمنية. لذلك لا توجد هناك أي منفعة سوى منفعة إيرانية، وهو الذهاب إلى عملية الاستيطان وتكريس وجودها في العراق وفي سوريا، فضلا عن النفوذ إلى المنطقة الأخرى، لأن هذا المشروع خطورته لأنه سيوفر لإيران طريقا بريا ينقل من خلاله الإيرانيون التجارة الغير مشروعة وكذلك غسيل الأموال، وأهمها هو نقل الصواريخ المتوسطة والبعيدة والأسلحة الخفيفة والميليشيات في الداخل العراقي والسوري واللبناني، لأنه سيمثل حالة التصاق مع حزب الله اللبناني، فضلا على أنهم سيستخدمون ميناء أو البحر الأبيض المتوسط للنفوذ إلى دول أوروبا وكذلك إلى شمال أفريقيا. لذلك المشروع له خطورة كبيرة، وعلى ضوء ذلك تم استدعاء الكاظمي إلى إيران. الميثاق الوطني العراقي في بيانه أكد بأن إيران تسعى لإفشال مشروع الشام الجديد الذي أعلن عنه بين العراق والأردن ومصر. كيف يفسر تعمد الأحزاب المشاركة في العملية السياسية لإجهاض أي مشروع عربي والانفتاح على التعاون مع الجانب الإيراني؟ إن الأحزاب السياسية الفاسدة في العراق وعلى رأسهم مصطفى الكاظمي هم تابعين إلى إيران، وبالتالي هم يريدون تنفيذ سياسات إيران داخل العراق والمنطقة. هم ليسوا بمنأى عن السياسات الإيرانية، وليسوا هم عراقيون يمكن الاعتماد على مصلحة العراق أو على أنهم عرب يريدون الانفتاح على العرب. وبالتالي ما جرى من قضية الشام الجديد وهذا المشروع هو فقط للتضليل. أراد الكاظمي أن يخدع العرب وأن يخدع زعماء الدول العربية بأنه ينفتح على الدول العربية، وكل ما يجري هو خداع وتضليل لكسب الوقت من أجل تمرير المشروع الخطير وهو مشروع الربط السككي الإيراني. ولذلك القضية تتعدى بقضية التأشيرات الممنوحة لإيران من قبل العراق وزيادة في عددها، فهذه القضية لا تتعلق بتدخل الرئيس الإيراني ولا باستدعاء الكاظمي. يمكن لأي موظف أو يمكن للسفير الإيراني أن يقوم بهذه المهمة داخل العراق في زيارة عدد التأشيرات. القضية أكبر والموضوع أعقد، وهو خطير واستراتيجي لإيران، لأنه نفوذ إيران المستقبلي مبني على هذا الطريق. لأنه دعم إيران تريد أن تكون ضمن المحور الصيني، وبالتالي لا يمكن لإيران أن يكون الصينيون داعمون لها دون أن تنفذ طريق الحرير وهو طريق الحزام السككي. فإيران تريد الانتقال من الهلال الإيراني في مشروعها السابق إلى مشروع الحزام السككي الذي سيمثل ربطا بدول عربية ثلاثة مع إيران، فضلا على ربط البحر الأبيض المتوسط ليكون ميناء الخميني هو الميناء المنفذ الوحيد لكل الدول. وهذا ما يفسر التعاون الفرنسي الأخير مع إيران حول إنشاء معسكرات ونقل مرتزقة من ميليشياتها إلى أفريقيا. أستاذ عبد القادر، انطلاقا من مبدأ المصالح المتبادلة في العلاقات بين الدول، ما المصلحة العراقية التي يمكن تحقيقها على الأقل من حيث الموارد المائية والجفاف الذي يمر به العراق؟ ألم يكن من الأولى الجلوس في جلسات ثنائية بين العراق وإيران لحل مشكلة المياه ومشكلة الغاز والكهرباء ثم لاحقا مد هذه السكك؟ أولا هذه عندما تتكلمين عن هذه المفردات المهمة والتي حقيقة حتى وإن وصل يعني عملية الإذعان وفساد هذه الأحزاب أقل تقدير ضرر للرماد،
ولأمام الشعب العراقي وأمام الرأي العام أن تناقش هذه الملفات، لأن هذه قضية تقتضي المصالح المتبادلة، لكن لا وجود في عرف الدبلوماسية لهذه الحكومة ولا للعملية السياسية بأنها تتفاوض مع إيران لأنها تابعة إلى إيران وبالتالي تنفذ أجنداتها، وإلا كان يفترض أن يتم إذا هذا المشروع مفروض على العراق من إيران كان يفترض أنهم بالحد الأدنى أن يفاوضون إيران على قضية الماء والغاز والكهرباء وما يجري من التضييق على العراقيين وبالتالي الجفاف الحاصل في جنوب العراق لغلق الروافد الأربعين التي تصب في نهر دجلة. لذلك حقيقة هم بعيدين كل البعد، وإلا لا وجود لمصلحة اقتصادية، بل بالعكس العراق سيتحمل عبئا اقتصاديا، ولا وجود لمصلحة عسكرية وأمنية، لأن ما يجري هو عملية نقل الإيرانيون لميليشياتهم وأسلحتهم وتهريبهم للنفط وغسيل الأموال، وبالتالي العراق بعيد كل البعد، وبالتالي هناك عملية إجهاض لمشروعين وليس مشروعا واحدا. ليس فقط سيتم إجهاض مشروع الشام الجديد الذي وعد فيه الكاظمي كوعود شفهية لبعض الزعماء العرب، زعماء الأردن ومصر، لكن القضية أيضا هو ضرب لمشروع عمره 10 سنوات، وهو مشروع ربط إسطنبول بالبصرة في السكة الحديدية الذي أرادت تركيا واتفقت مع العراق على ربطه قبل 10 سنوات، وبالتالي يتم الكاظمي يريد ضرب جميع هذه المفردات لإنجاح المشروع الإيراني، وهو مشروعا خطيرا ينبغي حقيقة تسليط الضوء عليه وينبغي البحث في أعماقه، لأن هذه القضية تتعلق بجوهر الصراع والنفوذ الإيراني، لأنه عدم وجود هذا الطريق، طريق السكك أو الحزام السكك الإيراني الذي يراد من استخدام العراق فيه سيجعل إيران منزوية، ولذلك إيران ستقاتل من أجل إقرار هذا المشروع. وقضية مهمة تماما أن تكلفة المشروع داخل الأراضي العراقية يكلف 21 مليار دولار، كيف يمكن لمستثمرين إيرانيين أن يتم إعطائهم هكذا مشروع ثم العراق يمول المشروع؟ ولذلك القضية لا وجود لمصلحة العراق فيها، فضلا على أن الذي سينفذ المشروع هي مؤسسة مستضعفان التابعة للحرس الثوري الإيراني. والقضية الأنكى بالعراق أنه سيتم داخل الأراضي العراقية منح الأراضي التي يتم استثمارها لصالح أسماء إيرانية، وكما معلوم بهذا القانون الخبيث هو أن الإيرانيون سيتملكون الأراضي التي سيسير عليها طريق السكة الحديدية، وبالتالي سيكون نوعية استيطان جديدة بأنهم يتملكون هذه الأراضي من البصرة إلى القائم غرب الأنبار، وهذا حقيقة يعني أننا أمام استيطان وأمام احتلال جديد سيغير ديموغرافية المنطقة، وهذا ما تسعى إليه إيران من خلال عمليات التهجير الجارية في القائم وفي مناطق أخرى وهو على مد طريق هذا السكك الحديدية. شكرا جزيلا لكم عضو الميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النيل، حدثتنا عبر الهاتف.